وأستاذ عادل، يعني لما نتكلم أو نسمع كثير من الهجوم على هيئة الترفيه اللي زي ما يعني نعتقد أنه بسبب وجود فن، يعني هم ضد الترفيه لأنه بدأت بحفلات غناء أو حفلات فنية كنا محرومين منها لسنوات طويلة تحت حكم تكفيري وتحريمي. طب التجاوزات اليوم اللي نسمعها حصلت في الحفلات، ما هي هذه التجاوزات؟ يعني هي ما وقعت تحت حكم تكفيري على أي حال، هي كانت متوقفة برأي الشخصي في أسباب أخرى، غير ممكن تكون أسباب دينية ممكن غير دينية. إيش ما هي غير دينية؟ افترضنا فرضيتين في الموضوع، يعني قد تكون مثلا مرحلة للسياسي للانتقال بالمجتمع من مرحلة لمرحلة. يعني الغنى يعني حيحرموا الانتقال من مرحلة لمرحلة؟ لا، الحفلات لمرحلة. الحفلات بشكل عام، المسرح، مع أن أيضا في الجانب الآخر أنا كانت إرضاء يعني للجانب المتشدد اللي كلنا درسنا في السعودية وحكم الموسيقى حرام، كان هذا اللي نمشينا عليه. على أي حال أنا لن أدخل في جدلية فقهية مسألة حكم الموسيقى، رغم أنه هذا تخصصي على أي حال، لكن أنا الآن ليس هذا هو مجال الحديث عنه، إنما إذا تحدثنا عن أسباب هذا هو لب المجال. يعني الحديث كله يدور حول يعني الذين يهجمون على حفلات الفن. لا، مو كلهم، في ناس لهم رأي آخر في المسألة، حتى في ناس لهم طرح، وإن كان طرح لا يرون إيقافها. طبعا حتى من يطالب بإيقاف هذا يعني ليس من حق أحد أن يطالب بإيقاف، أنت بإمكانك تنتقد. طب اللي يطالبوا بإيقافه أو اللي ضد هيئة الترفيه والهاشتاجات اللي تطلع، يعني هم لماذا يقفون ضد هذا المبدأ؟ هم لماذا هم معارضين لهيئة الترفيه؟ هم ينطلقون من أحاديث، من عموم بعض الأحاديث، ليست أحاديث. إذا رجعنا للناحية الشرعية إذا. لا، إيقافها ليس من الناحية الشرعية. لا، أنا ما أتكلم إذا ما حكم الشرع، يعني أنا أقول لك اللي الذين يريدون، الذين يتهجمون، اللي في تويتر نشوفهم يعني بالملايين قاعدين يتكلموا. الاعتراض عليها حاليا، نعم، ناحية شرعية في الغالب، يعني ناحية شرعية وفي